أمر الملك المغربي محمد السادس الأطباء العسكريين بالعمل مع نظائرهم المدنيين في عمليات مكافحة فيروس كورونا، فيما نزلت وحدات الجيش لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى يوم 20 نيسان المقبل، بينما سجلت وفاة رابعة في البلاد بسبب الفيروس.